السلام عليكم، عادل جابر من قناة جابر جيمز. واليوم الفيديو مو من الفيديوهات المعتادة، المهم لأني إذا في برمجة سويتها وضبطت وذا وشوف الفيديو. وإذا حطيت صفر يقول لك العدد المدخل يساوي صفر، أنا ما متأكد بس يمكن يقول كذا. وإذا حطيت عدد أقل من الصفر بمثال سالب 99 بتشوف أن العدد يقول لك سالب أو البرمجة. وإذا حطيت موجب أو عدد فوق الصفر ذا بيقول لك العدد المدخل موجب.